أبراج. سوري، عن قانون الجذب. والنهارده هنتكلم عن ليه احنا بنجذب عكس ما نريد. يعني ليه احنا لما بنيجي نفكر في قانون الجذب ونبقى عايزين نجذب حاجة احنا بنحبها، او حاجة احنا عايزينها، او حاجة احنا نفسنا فيها، ما بنعرفش نجذب الحاجة اللي احنا عايزينها. بنفشل ان احنا نعمل قانون الجذب وبنجذب العكس لحياتنا. يعني احنا عايزين ثراء نجذب حاجة، او فلوس، عايزين نجاح نجذب فشل. ليه؟ ايه السبب اللي بيخلينا نجذب؟ انا فرحت اجيب حاجة البسها. طيب ليه احنا بنجذب عكس اللي احنا عايزينه؟ وايه سبب فشل قانون الجذب؟ طيب في اسباب كتير جدا بتؤدي ان انت لما تكون عايز حاجة وعايز تجذبها بتعمل العكس او بتجذب العكس. انا هقول لكم النهاردة على الاسباب دي. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا فين، انتوا برج ايه. طيب بصوا يا جماعة، زي ما قلت ان قانون الجذب احنا كل واحد فينا عنده ذبذبات او عنده تردد. من اهم الحاجات اللي بتخليك تقرب للحاجة اللي انت عايزها وبتخليك توصل لها وتخليك تحققها، هو ان انت تخلي الذبذبات بتاعتك والتردد بتاعك اقرب ما يمكن للذبذبات وتردد الحاجة اللي انت عايز تجذبها. طب انا ازاي اظبط الترددات على بعضها زي التلفزيون كده، او زي تردد القنوات وزي التلفزيون؟ ازاي اقدر اعمل كده؟ ازاي اقدر يعني اظبط الترددات واظبط يعني الذبذبات على بعضها؟ هو ان انا يعني احس بمشاعر ناحية الحاجة دي. يعني مثلا انا عايزة ابقى غنية، يبقى انا احس بمشاعر ان انا خلاص بقيت غنية، ان انا معايا فلوس، ان انا بشتري كل حاجة نفسي فيها، عايزة اكون مشهورة. ان انا احس بالمشاعر، يعني باحساس ومشاعر الشخص المشهور اللي عنده فانز، اللي عنده فولورز، اللي بيعرف، اللي بيمشي الناس كلها عارفاه وعايز تصور معاه. فحتة ان انت يكون عندك مشاعر ناحية الحاجة او الهدف او الرغبة بتاعتك دي حاجة مهمة جدا. لازم تانفولف او لازم تدخل مشاعرك، من غير ما تدخل مشاعرك مش هتنجح. اوكي، يبقى رقم واحد لازم تفعل مشاعرك واحساسك ناحية الحاجة او الهدف اللي انت عايز توصله. رقم ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا جدا، الشك. الشك بيهدم قانون الجذب، بيخليكش توصل للي انت عايزه وتجذب عكس ما. لو في شك اذا قانون الجذب فشل. لازم حسن الظن، يعني لازم يكون عندك حسن ظن. لو انت عندك شك لازم تشيل الشك ده، لازم تقتله. اوكي، تاني حاجة برضو مهمة جدا تخلينا ان احنا ما بنوصلش حاجة اللي احنا عايزينها، ان احنا مش بنفكر في الحاجة، مش بنفكر في الهدف، مش بنفكر في الامل، مش بنفكر في الحاجة اللي احنا عايزينها، بنفكر في الصعوبات اللي هتواجهنا. يبقى بتفكر في الحاجات، التحديات بتاعته، بتفكر في ان انت الموضوع صعب، ان الموضوع مستحيل، ان الموضوع مش سهل. فبالتالي انت بدل ما بتفكر في الهدف او في الامل او في الامنيه بتاعتك او كده، بتقوم مفكر في الحاجات اللي هتصعب الوصول للهدف ده. وده حاجه غلط جدا جدا. يعني مش لازم تفكر في العقبات، في التحديات، في الحاجات الصعبه اللي هتواجهك، او تفكر ان الموضوع صعب او مستحيل او مش ممكن، او ازاي يعني ازاي انا هكون غنيه اصلا وانا معيش فلوس دلوقتي. فتقعد تفكر في التحديات اللي هتقابلك، ده بيخليك تجذب عكس اللي انت عايزه. طب اعمل ايه يا رشا؟ اعمل ايه؟ يبقى انا اول حاجه اي فكره سلبيه هتيجي هطردها. اي تحديات، عقبات، اي حاجه ممكن تمنع حدوث الهدف بتاعي او تمنعني من الوصول للهدف بتاعي اطردها من دماغي. اوكي، يبقى انا مش هقول انا مش هعرف، او الحاجات اللي انا مش هعرف اعملها، او الحاجات اللي انا مش هقدر اوصل لها، او ان انا يعني ما اقولش، اقول بالعكس، افكر في ان انا هقدر، وان انا هستطيع، وان انا هوصل، وان انا الحاجه اللي انا عايزها همسكها في ايدي. اوكي، يعني ما ينفعش اقول انا ازاي هعرف اعمل كده، ازاي اصلا هبقى معايا فلوس، ازاي هبقى عندي عربيه اصلا وانا معيش اصلا 20,000 جنيه، ازاي؟ ما كلمة ازاي دي تتلغي. يعني انا مش عايزة منطق، لان قانون الجذب هو عكس المنطق. لو انت هتفكر بالمنطق فانت مش ناس كتير جدا. محمد صلاح يا جماعة، محمد صلاح كان عارف ان هو يوصل في يوم من الايام للي هو وصل فيه ده. محمد صلاح كان بيقولهم ان انا يعني ان هو كان بيتخيل وبيحلم وكان بيشوف نفسه في المكان ده. كريستيانو رونالدو، الناس دي لو كانت شغلت المنطق وشغلت بقى العقبات والصعوبات. يعني محمد صلاح كان يعني واحد ساكن في قرية، هو كان حلم حياته ان هو يدخل نادي الزمالك. انتوا متخيلين لو كان قاعد يفكر ان هو يلعب في ليفربول مثلا، كان بالنسبة له الموضوع هيبقى مستحيل ازاي؟ بس هو مفكرش في المستحيلات، مفكرش في العقبات اللي هتواجهه، لا هو فكر
في الحاجه الحلوه. ما ينفعش مثلا اقول ايه انا جوزي بيخوني، اكيد انا عارفه ان جوزي بيشوف بنات تانية وبيحب بنات تانية ومش بيحبني. ما انا لما اقعد اقول كده جوزك مش هيحبك على فكره، هو هيشوف بنات تانية وهيتعرف على بنات تانية. بالعكس تقولي ان انا جوزي، انا عارفه ان جوزي بيحبني حتى لو هو مشغول، عارفه ان هو في الاخر هو لو شاف بنات العالم كله هيشوفني في الاخر انا احلى واحده في الدنيا في عينيه. يعني لازم اي فكره سلبيه تجيلنا ما ننطقهاش يا جماعه. الكلمات بتاعتنا، اي كلمه، افكار بتاعتنا ليها طاقه. يعني افكارك دي بتتحكم في مستقبلك. انا كل يوم هعمل حلقه اسميها اتحكموا في افكاركم، اتحكموا في عقلكم الباطن. افكارك هي اللي بتتحكم في مستقبلك، فافكارك ليها طاقه، فبالتالي لازم افكارك تبقى افكار ايجابيه، افكار بتتماشى مع احلامك، مع اهدافك، مع طموحاتك. كلماتك، الكلمه اللي انت بتقولها ليها طاقه، ما تخرجش اي كلمه اللي انت، عشان كده ما ينفعش حد يقول انا حاسس ان انا هموت، انا حاسس ان انا هتعب، انا حاسس ان انا هجرالي حاجه. الكلام ده انت بتكذبه. يعني في قصص كتير جدا حصلت لناس اتوفت ولقوهم كاتبين بوست او كاتبين بوستات يعني بتدل او فيها يعني معناه فيها كلمه موت او ان هم حاسين ان هم هيموتوا. ليه؟ لان هم جذبوا الموضوع كمان، يعني موضوع كبير جدا جدا، موضوع قانون الجذب. فعشان ما تجذبش عكس اللي انت عايزه لازم تخلي احاسيسك ايجابيه، مشاعرك جت انفولفد بطريقه ايجابيه، تخلي ترددك هو نفس تردد الحاجه اللي انت عايزها. طب مثلا انا هقول لكم مثال. واحده صاحبتي يعني اتعرفت على حد، يعني واحده صاحبتي من فتره اتعرفت على شاب و يعني كانت معجبه بيه يعني. المهم فهم اتقابلوا، يعني اتقابلوا كذا مره، هو يعني كانوا في اصحاب مشتركين. جت تقول لي ايه بقى، تقول لي على فكره رشا انا متاكده ان هو مش هيعجب بيا. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان هو حواليه بنات كتير وهو شايف نفسه وحاسس بنفسه. تقولي استحاله 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 استحاله، لحد في الاخر ما جه الراجل ده راح خطب. قلت لها تصدقي بالله انتي اللي بعتيه عنك، انتي السبب ان انتي هتقولي استحاله، مش هينفع، هو احلى مني، هو اوسم مني، ده مش عارفه لما بينزل صوره 300 400 بنت بيعملوا له لايكس ولاف وكومنتس. قلت لها انت ما عندكيش ثقه في نفسك، وبلاس كمان ان انت عماله تقولي كلمتك اللي بتخرج منك لا 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 استحاله، في شك، في عدم يقين. انت بتفكري في العقبات ان هو عنده معجبات كتير والبنات اللي بتعمل له لايكس احلى منك والبنات اللي بتعمل له بتفلرت عليه احلى منك، فانت بالتالي انت اللي بعتيه عنك. وهكذا اي حاجه في الدنيا يا جماعه، انت عايز حاجه مفيش حاجة اسمها مستحيل. فكرة مستحيل دي لازم نشيلها من دماغنا، لأن لو قلنا مستحيل يبقى كان مستحيل حاجات كتيرة جدا تحصل. مستحيل إن في ناس تمسك رؤساء جمهورية كان عمرهم ما يتخيلوها، مستحيل إن لا يوجد شيء ليه علاقة بقانون الجذب اسمه مستحيل. يبقى في قواعد لازم نحافظ عليها. رقم واحد الإيجابية، رقم اتنين الكلمة أو الفكرة اللي بتيجي في بالك لازم تتحكم فيها. يعني ما تقعدش تقول انا يومي النهارده مش هيعدي، انا هشوف يوم وحش. ما تقولش كلمات سلبيه، قول استبدلها بكلمات ايجابيه. ما تقولش انا مش هقدر اعمل، الموضوع صعب. بالعكس تقول انا هقدر، انا هبذل اقصى ما في جهدي، انا هوصل، انا قادر، انا قادر، انا شكلي حلو، انا هبقى هخس، او انا يعني مفيش حاجه اسمها استحاله هخس، استحاله كرشي هينزل، استحاله. يا جماعه ما تفكرونيش بموضوع الخساسين. ولوك ايه يا جماعه، ده ليه بقى اي حد دكتور التغذيه تبناني كده ويعني ياخدني كده ايه رول موديل بالنسبه له، عشان انا تخنت 8 كيلو وكل الناس عماله تقول لي رشا ليه في فيلر، انت عامله فيلر، عامله بوتكس، عامله مش عارفه، والله ما عامله اي حاجه. انا يا جماعه بس زدت 9 كيلو او 10 كيلو بصراحه، عشان ما يعني عشان الواحد يبقى صادق 100%. فاي دكتور تغذيه يا ريت بيتفرج عليا دلوقتي يتواصل معايا عن طريق الانستجرام، يبعت لي مسج اوكي، علشان انا عايزه اخس يعني. ويعني اي سبونسرز ياخدوني كده يعملوا لي كل الحاجات انا موافقه برضو. طيب هو البتاع بدا يبقى بطيء صح. قولوا لي يا جماعه عملتوا قانون الجذب قبل كده ونجح معاكم ولا لا؟ قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين. ابعدوا الشك عن احلامكم وعن طموحاتكم. اي عقبات او اي افكار سلبيه او اي كلمات سلبيه ما تستخدموهاش. انا حاسه ان الموبايل هيفصل شحن. خليكوا ايجابيين، خليكوا فكروا بالحاجه باحساس،
حسوا كأنكم وصلتوا للحاجة، عيشوا حلمكم، اعملوا imagination، تخيلوا تخيلوا تخيلوا. شكرا. لازم اروح احط الموبايل في الشاحن. استنوا فيديوز كتير النهاردة، وبحبكم جدا جدا. باي باي، مع السلامة.